صباح الخير، صافا لاباس عليكم، اموركم على خير؟ غدوزوا معايا هاد الويكاند هذا، اليوم السبت، دابا الساعه راه 12. ديجا انا راه فايقه بكري، ديجا وليت كنفيق بكري. الا تعطلت 100 كنكون فايقه. اليوم فقت مع 8:30، فطرت، جمعت الطبله ديال الفطور، داكشي علاش ما صورت لكم. المهم فطرت، جمعت الطبله ديال الفطور، موراها جلست كنكمل لكم لواحد المونتاج ديال واحد الفيديو باش تبوستا اليوم السبت، حيت البارح صورت لكم فيديو ديال اول ديال شيئين وبديت لها المونتاج البارح ما ساليتهاش. اليوم الصباح كان خصني ضروري نسالي لها المونتاج ونحطها اونغيستره، داكشي علاش ما قديت نصور معكم والو. تليفوني كنت كندير به المونتاج وكنت مخليه واحد الفيديو باش تونغيستره، دونك ما كانش خصني نخدش في تليفوني. جيت خدمت، عندي شي خدمه خاصها تقضى. بونو دابا حطيت الفيديو، دابا راه كيتحط لكم في يوتيوب، راه 12 دابا. قلت باش نبدا معكم التصوير هرست السوبور، اصلا كان غير على سبه هاد السوبور هذا، كان ديجا هنايا مهرس. المهم كملت عليه، ما عرفتش فين كان عقلي، بقيت ندبز معاه حتى برك هرستو. دوك راني حطاكم غير عند الكوافوز، المهم هاد السوبور هذا صافي يتلاح. خصني نجمع لا شومبر اونطوي الكسوة، عرفتوا راه عندي التصبين، دابا راه نقول لكم شي 5 ايام ولا باللي صبنتو، مازال ما طويتوش، تجمعوا عليا شي 3 ديال التصبينات ولا 4 خصني نطويهم، نخمل، نمسح شويه ديال الغبرة، نغسل الماعن، ندير تصبينه جديده، ندير الغدا، شنو ندير مورا، والعشيه غادي نخرج. العشيه بغيت نمشي ان شاء الله، ان شاء الله الا ما وقع شي تغيير واحد اخر. العشيه بغيت نمشي لسواكيكي ديفاكتو كدا، بغيت نشري توني، خاصني تونيات على حساب باش مقلبسهم مع التريكوات، دونك بغيت نمشي نشوف شي جوغين ولا شي حاجه. مهم دابا قبل غنوض نبداو نوريكم. هاي شتو هادي هنايا واحد التصبينه ديال الكسوه، شتو الكسوه مصبنه طاحت لي تما في الارض، ولكن الارض نقيه راها مجففه وكلشي، ما كنحلش حتى داك السرجم تما ما كنحلوش، دونك الغبره ما كتدخلش عندي كاع. دونك نبداو التخمال ديالنا موسيا هي الاولى، عاد نجي باش نطوي الكسوه. شعري Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, it can't be replaced. So go on now. طويت الكسوة تهنيت بيها، درت ماشينة تصبن، كنخصني نصبن اليوم الكسوة الكحلة. الكسوة مازال مدرتهاش في البلاكارات، حيت البلاكار خصني نعاود نهبطو كامل ونعاود نستفو، خصني نجبد الكسوة ديال المشتى ونحيد الكسوة ديال الصيف. واخا انا صراحة ما بانت لي مشتى، البارح كان السم ديال البرد واليوم بالصهد وليت درت دومي مونش، ما فهمت والو في هاد الجو. المهم بعدا الكسوة طويتها تهنيت بيها حتى انا ردتها في البلاكار. دابا اجيو نشوفو هاد الرونة هادي ديال هاد الكوزينة، غادي نجمعها دروك باش ندير العشاء، حيت العشاء الغدا باش ندير الغدا حقاش راها الوحده. ايوا هما المعينات كلهم مفصولين، طاقت داكشي تا يكثر مزيان ونردو لبلاصتو. غادي ندير الغدا ومورها نلبس باش نخرج. بالكم ولا لا؟ المهم خرجنا مع ديك، فوقاش خرجنا؟ خرجنا مع ثلاثة ونص. المهم دابا راه بدا يطيح الليل، جبت نص راه 6 ونص، دابا راه 6 ونص. مشينا لجهه مرجان تما فين كاين سواكيكي ديفاكتو، داكشي كامل صراحه دخلنا غير ديفاكتو، حيت انا اصلا بعدا كنت قلت لكم بغيت تونيات، ما عرفتش واش قلت لكم في الاول ولا لا، بغيت لي جوغين. المهم لي جوكين كنت شفتهم هادي شحال، شفتهم في ديفاكتو، وهاد المره مشينا ديريكت لديفاكتو، خديت لي جوغين اللي كنت باغيه
ومحمد حتى هو كان باغي ياخذ تريكوات، ديجا كنت شايفاهم في ديفاكتو، دونك خدينا بجوج بينا تنمشي للدار ونوريكم. ما درناش في كيابي في ال سي واي كي كي كذا، حيت محمد صنا له التليفون عيا على الخدمه، دونك جيت معاه هنايا حتى الخدمه باش يسالي شي خدمه ديالو. انا بقيت في الطوموبيل كنكمل شي مونطاج ونكمل شي خدمه عندي في التليفون. من وراها مشينا لكارفور، كان باغي يمشي لكوبر باش يشوف شي فيست، معركو عارفين البلاك فرايداي وداك الشيء كامل كاينين دي برومو زوينين. ساعه ما لقى والو، خدينا غير شي مقديه للدار وصافي شي حاجه غير في الساعه في الساعه، ورجعت معاه للخدمه يكمل شي خدمه ديالو وعاد من وراها يمشي للدار. كنتلقاو الغد ليه، ما كملت معكم والو التصوير البارح لحقاش دخلنا عيانين، درنا غير واحد الفيلم تفرجناه ونعسنا. والصباح خرجنا بغنشينا في واحد القهوه، راه ديجا كنت وريتكم درنا شويه روطار، هذيك هي منو فطور منو غدا. فطرنا مع عندك 11 الصباح على هكا، خدينا شي حوايج من كارفور حيت كان طريقنا كنا محتاجين شي حوايج للدار. جبت لدانت فيني، جبت صابون ديال الماشين رافي اللي كانت سالالي بعدا البارح. شوفوا البنات اللي بغيتي ليكي ديال الماشين رافي، هذا احسن واحد جربت. كنت جربت اريال، جربت اومو، جربت بزاف، ولكن هذا مية وكينقي الكسوه وكتبقى الريحه زوينه. كاين هذا اللي فيه الريحه الصابون مارسي، وكاين واحد فلوغال. صراحه داك فلوغال ريحته زوينه، غير هو ما لقيتوش. هذا الباك هذا كما داير فيه بروموسيون جو بونس شي 85 درهم، رخيص وفيه زوج كتديو هذا غراتويتمون. الا لقيتو هذاك فلوغال ريحته زوينه، حتى هذا ريحته زوينه، ولكن انا جو بريفير الاخر. هذا فيه الريحه ديال الصابون ديال مارسي. كيري محمد كيف كيري بزاف، ليكي ديال الماعن، الزبده، الزيت كانت تقريبا ساله، ماشي شي حاجه كبيره، شي حوايج كنا محتاجينهم. هذا كانوا دايرين فيه بروموسيون، واحد لابوني تما هي كانت خدامه وكانت عطاتنا دقنا بزاف ديال الحاجات، وكنا دقنا هذا صراحه زويون هكا الفطور مع الباغيت ولا مع التوست. وجبت لادان ضربه حدا، جبت شي جوج كيلو تنغسلهم ندير في الكونجيلاتور. وخديت جل دوش، هذا لقيته كان بروموسيون يمكن حتى هو ب 20 درهم ولا. وهاد لي باطوني ديال لافاني ديجا جربت واحد كيخليو ريحه لافاني بحال داك دوك عود القمارين، ما عرفتش كي كيقولوا له. انا ريحه عود القمارين ما كنقتلهاش، كيتقطع فيا النفس فاش كنشمها ما كتعجبنيش. هذا كيطلق الريحه ديال لافاني، هذا كتشعلوه بحال درتو لافاني، شعلوه وحطوه في شي بلاصه كيخلي لكم ريحه لافاني في الدار. صافي غنجمع هاد الشيء. ديجا بعدا الكوزينه مراهاش عندي مرونه بزاف، عندي غير شي جوج معينات خصني نغسلهم، نرد داكشي لبلاصتو. ما عرفتش واش غادي ندير الغدا ولا لا، حيت دابا ديجا راه الزوج، يمكن نتغداو حتى لديك الخمسه ولا، حيت اصلا باقيين مقهومين من الفطور. غادي ندير الغدا دابا، تقصها تقريبا راه الثلاثه. صراحه بدا كيضرني شويه الجوع، انا شويه غادي تشوفوني بالتريكو ديال البيجاما، شويه غادي تشوفوني بهذا التريكو حيت شويه الصهد شويه البرد، ما فهمتش انا هذا الجو. غادي ندير طويجين عشا والكروفات، وندير فوقه البيض، وندير فوقه الفرماج. الفرماج غادي نطفي عليه، داك البيض والفرماج غادي يذوب غير في الصهد ديالو، حيت على الطاجين كيبقى يبقى ما كيبردش في الصه. صافي غادي نهزو نحطو فوق الطابله. رجعت ما شفتونيش يمكن من الغدا، طيبنا داك الطويجين، تغدينا كلينا، ومن موراها خرجت مع محمد المهم للسوق، كان محتاج شي حوايج يشريهم. حتى انا صراحه ما عرفتش، كنت بغيت نشري شي حاجه وما لقيتش. كنت بغيت نشري سوبور اللي هرستو،
كنت بغيت نشري بحال هاد السوبو تمشيت للمحل وقال لي محمد رحاني في واحد في الخدمه غير محطوط حتى يجيبوا لي دونك بلا ما نشري عند واحد اخر. ومشيت كان عندي هاد البيرسينغ هذا كانت الحلقه ديالو كانت بياضت وطاحت لي ومن بعد صافي تودرات دونك خاصني واحد اخر. مشيت درت بيرسينغ قبل ما تسد لي نوريكم اللي كيكون باين قبل ما تسد لي الثقبه حيت هادو هنايا فاش كيتسدوا. هادشي اللي درت الباقي خرجت غير مع محمد كان باغي يشري شي حويجات. والبارح كنت مشيت لديفاكتو كنت قلت لكم بغيت نشري لي جوغين نوريهم لكم دابا. شريت ثلاثه ديال لي جوغين ومحمد شرا ثلاثه ديال التريكوات كانوا دايرين بروموسيون صراحه. ديفاكتو كتاخذوا دوز ارتيكل ثلاثه كيكون غراتوي دونك انا خديت ثلاثه ديال لي جوغين. اول واحد هو هذا ديتو في الاكس اس هذا كان داير 169 درهم في الماو. انا الصراحه فاش كنكون محتاجه شي حاجه كنمشي كنشري منها ضربه واحده داكشي اللي غادي نحتاج باش ما نعاودش ندور فيها. كنت درتها ديجا في التريكوات في لي فيست في كل ما كنبغي نشري كنمشي نشري كلشي ضربه واحده كنتهنى. دونك دابا لي جوغين مشيت شريت ثلاثه ضربه واحده تهنيت. شريت هذا ب 199 درهم ها هو هذا في الباج هذا لا باي اس. وديت واحد اخر في الكحل هذاك الثالث ما عرفتش واش كحل راه هذا ما عرفتو واش كحل ولا زرق غامق. هذا حتى هو ب 199 درهم في الاكس اس. انا حسبني جبتو في الاس. ومحمد دا ثلاثه تريكوات واحد 200 واحد 200 وواحد 150 درهم. المهم هذا الشيء كامل خلصنا فيه شي 766 درهم عوض ما كانت غادي تجيها شي 1200 ولا شي حاجه بحال هكاك. دونك بون افير دي فاكتو كانوا دايرين واحد لوفر زوينه زوج وتاخدي ثلاثه غراتوي. وديجا اصلا لي زارتيكل كانوا ديجا سولدي بحال هذا كان كيدير كان كيدير 250 درهم كان كيدير 250 درهم ردوه ب 200. واحد اخر هذا كان سولدي لا هذا كان 199 هذا كان 229 ردوه ب 169 عاد زيدها البروموسيون ديال كتاخذوا جوج و ثلاثه غراتوي. دونك ولا شريت ثلاثه اللي غادي نحتاجهم باش نبدل فيهم نكون فيهم اليز. شريت واحد الحاجه واحده اخرى قلت لكم انا فاش حاجه كتكون كنكون محتاجها كنشريها ضربه واحده. شريت لي فيست غير هو ما شريتهمش من هنا شريتهم من كانوا كيتليفراو عند بنت اختي في فرنسا ولا عند اختي المهم غير كيف كيف كانوا كيتليفراو عند اختي في فرنسا كومونديت من السيت ديال فينتيد. عرفتوا واش كتعرفوا فينتيد ولا لا؟ المهم فينتيد ما كايناش في المغرب فينتيد كاينه في لوروب يمكن كاينه في شي دول وحدين اخرين. فينتيد فين الناس كيبيعوا حوايجهم بحال باغ اكزومبل انا شريت شي حاجه ما بقتش عاجباني كنولي كنبيعها وكيتباعوا بثمن رخيص وراه اون ديغي كتشريهم جداد غير التيكي اللي ما كيكونش فيهم. انا كومونديت في الاول كنت بغيت ترانش وصراحه لي ترانش جداد كيكونوا لي بري ديالهم شويه طالعين راكو عارفين من 700 درهم وانت طالع. دونك لقيت ترانش بشي 10 اورو يمكن ديال شي وحده كتبيعوا ديالها اشيام هانتوما شوفوا اشيام. خديت لاطاي اكس اس باش واش نسيه لكم صبروا ها هو هذا جديد يكون يدير واحد 700 درهم بحال هكاك. دونك انا فينتاج شريته فاش وصل عند اختي. المهم لي طا ديالو جديد غير بحال هادشي كي ما كاينش وصافي راه كيعرف الناس ديالو كيكونوا كيتهلاو بحوايجهم. دونك انا خديت هذا الاول بان لي صدق وزدت كل مره كنت كنقول عليه هذا خرج ديجا كنت محتاجاته دونك خديته. انا كنت بغيت باج كانت كتبان لا كولور باج ولكن هذه صدقت بحال غراج ماشي باج. عرفتوا شنو هي غراج داك لا كولور ما بين الكري والباج. وراها كنت بغيت هادو هذا مونغو شريته في لاطاي اس هذا يمكن بلا ليفغيزون بكلشي تقام لي في شي 16 اورو. المهم انا نكمل ونقول لكم كلشي شحال تقامو لي. هذا نلبسو لكم حتى هو هذا هادو كاينين فشيئين وكاينين حتى هنايا ولكن لا كاليتي لا علاقه ماشي بحال مونغو زهراء اشيام داكشي كامل. هذا قلت لكم شي 16 اورو ولا بحال هكا. المهم هادشي كيتقام رخيص بزاف وجديد عرفتو بلونكاسي ما مبهدل ما حتى شي حاجه جديد جديد. شوفوا كيف ما كنشوفوا في الكاميرا كيف ما لي طا ديالو في الحقيقه ما مقطع ما حتى شي حاجه. المهم جديد بلاتي تقولي جديد محيدالو غير التيكي وصافي. بعض المرات كاع كتلقاو بنات كيبيعوا حوايجهم شراوهم جداد ما لبسوهمش كتلقاو لارتيكل بالتيكي كتلقاوه بالنص ديال الثمن ديالو. صراحه بون افير فينتاد غير هو في الفلورو بليطا ديال الحوايج كيكونوا جدادين كيف ما قلت لكم بحال اول مره غتلبسوهم. وشريت هذا اش هذا كان المارك هذا جينيفر لاطاي اس هذا والله ما عقلت
انا جاي اصبر نكملوا. هذا شريته في لاتاي اس. شوف هذا ديجا كنت باغي هذا الموديل. شوفوا هذا الداخل عرفتوا شحال سخون. ومن هنايا هذا الموديل هذا ديجا كنت باغي هذا ديال لي فيست. شفتوا بصراحه انا هاد لي فيست هادو درت لافير. كي لا كان عندكم اللي تكلف لكم شي واحد في لوغوب اللي تكلف لكم غادي ديروا لوغوب غادي ديروا لافير. الا كان عندكم شي اختكم ولا شي واحد اللي قد حيت ما تقدوش تكومونديو بحيتكم خاص شي واحد هو اللي كوموندي لكم. تما انا كنت كنصيفط فاش كتعجبني شي حاجه كنصيفط ليليا كنصيفط لبنت اختي كتكوموندي سور بلاص حيت لي زارتيكل في ساكيتور وسورتو فاش كيكون لي بري ديالهم ناقص وكيكون لارتيكل كيكون زوين. دونك خاصكم غير تشوفوا تقلبوا غير طيحوا في داكشي اللي بغيتو سوغ بلاص صيفطوا لشي واحد تعرفوا. تما انا كنت كنصيفط لبنت اختي سوغ بلاص كنصيفط لها كنقول لها ها هو كوموندي لي سوغ بلاص كيتكوموندا سينو الا بديتو عليهم غير شويه كيطيروا وكتقدو حتى تنيغوسيو لي بري في فينتاد. واخر حاجه هذا كودكار. هذا كودكار بعدا كنت نقلب على ترانش نوار وطلعوا لي لي ترانش ديال زارا هادو ديال شنو هذا سيميلي كوير عرفتو كودكار. كنت حتى صيدت واحد كنصيفط لبنت اختي كنقول لها كوموندي كانت تقرا ولا مانيش عارفه فين كانت طار من يدي كنمشي 45 اورو طار من يدي. وهنا يبان لي هذا واحد اخر كومونديتو في الاكس اس هما كيجيو وافي كومونديتو في الاكس اس زارا هذا في لي ماغازون دابا في زارا راه داير شي مهم برا داير شي 80 اورو بحال هكاك. اما زارا ديال المغرب ديال كازا ولا راه تلقاوه بشي 1200 1400 درهم. دونك انا هذا شريته ب 40 اورو جديد ما عندوش ما فيهش غير تيكي جديد. نلبسو لكم شتو اللبسه ديالو خطيره. انا باش عجبني بهادو بحال داكشي ديال مفتش كولومبو هنا ما كاينش الا هنا ما كاينش فيهم هادي وفيهم هادي اللون شتو هادي اللي كتجي هنا. المهم هذا هذا لبستو البارح هذا هو الوحيد اللي لبستو حزين لكم. شوفوا حتى الطول كيجي تحت الركبه بحال هكا. هذا لبستو البارح مع ديك لا كومبي البيج اللي كنت قلت لكم كومونديتها من شيئين جات لبسه واعره. هادو بربعه بيهم فاش جمعت لهم التوتال كامل بلا ليفغازون ديالهم بكلشي حيت فاش كتشريو كتزيدو كتخلصوا لا ليفغازون من مانيش عارف يقدو يكونوا في بلجيكا يقدو يكونوا في لاسبان يقدو يكونوا في فرنسا بعد على المدينه اللي ساكنه فيها اختي. دونك فاش جمعت التوتال كامل لقيت راسي هادو بربعه شريتهم ب 100 اورو نقولوا شي 1080 درهم بحال هكاك. اختي هاد المره فاش كانت جايه جابتهم لي معاها بعدا واحد جات لابساتو حيت كبير واحد جات لابساتو والاخرين جمعتهم لي في لافاليز. الى عندكم لي تكلف لكم ديروا لافير. غادي نوض نضربها بواحد التدويشه ونسالي معكم. شوفوا راه يبان لكم عينيه في شكل حيت هذه فيها الشفار وهذه ما فيهاش. شاد ديجا درت الشوفو يسخن غنوجد حويجاتي وندخل ندوش باش نكمل عطيماتي باش نساليو هذا النهار هذا ديال الحد ونبداو نهار الاثنين نبداو سيمانه جديده.